تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتسير مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة 23 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، بواقع 10 رحلات القاهرة جدة، 8 رحلات القاهرة المدينة المنورة، رحلة القاهرة الطائف، 3 رحلات كوناكري المدينة، رحلة باماكو المدينة، وده لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والأليوبية ودمياط والترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد. النهاردة تنطلق فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري والحياة العامة والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وده وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة وحضور عدد من المسؤولين وصانعي السياسات بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين. النهاردة هتنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع لجنة فنون الطفل مائدة مستديرة بعنوان الطفل والإعلام والهوية المصرية في تمام الساعة 2 ظهراً بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتشهد المائدة المستديرة حضور مجموعة من الأطفال من بينهم 2 من الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير، وهم الطفل عبد الرحمن ماهي والطفلة فريدة مجدي.